تشهد الأسواق والمراكز التجارية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق حركة تجارية نشطة قبيل دخول عيد الفطر المبارك، حيث تزدحم الشوارع والمحال التجارية بالمواطنين لشراء ما يحتاجونه من كسوة العيد ومستلزمات منزلية ومواد غذائية، وخاصة الحلويات والمكسرات بأنواعها المختلفة. تحضيراتنا على العيد والله مثل ما تشوفون يعني العالم كلها جاية تسوق تحضيرات العيد، ملابس وحلويات، وتدري انت وهذا العيد دائما هيك احنا، والحمد لله والشكر قضينا رمضان بخير وسلامه بطاقه رب العالمين. الجو كان كلش حلو مثل ما شفنا هسه الاجواء باربيل، العالم جاي تسوق. ويستعد الاهالي في اقليم كردستان لعيد الفطر بتحضير الحلويات والمكسرات، الكرزات وغيرها من الحلويات الشعبيه التقليديه، وتقديمها الى الضيوف في العيد. كما يحرص سكان المدينه على تبادل الزيارات بين الاهل والاقارب والاصدقاء لتبادل التهاني والتبريكات التي تعتبر من عادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر المبارك. تحضيراتنا للعيد الجاي نشتري ثياب، نشتري الهالبنوته، نشتري ثياب ونشتري شوكولاته. نحن بقليم كردستان ونحن مهجرين من سوريا جايين نعمل عيد هون. وتستقبل أربيل ومدن إقليم كردستان آلاف السياح خلال عطلة العيد الفارين من لهيب الصيف وانعدام الخدمات في مناطقهم بالمحافظات الوسطى والجنوبية.